السلام عليكم، اليوم عندنا كسار من شركة بارك سايد بمشكلة، راح نطلب الكهرباء ونفحصه. مثل ما لاحظنا المشكلة بالارميتر، راح احاول فكك الجهاز وتفحص الارميتر. نعم، مشكلة واضحة بالارميتر، ما اشوف ملفات محترقة هنا، وعندنا احد النحاسات صار حمل عليها اللي هاي، لازم نفحصها زين، احتمال مخترع من مكانه. اكو ارتفاع كلش قليل بهذا المكان بالضبط، هذا مكان الحرق مثل ما تشوف. اتفحص بعد اكثر، هذا المكان سليم ما في مشكلة، كذلك هذا المكان، لكن هنا المكان محترق. إذا لازم نستبدل الكوميتاتر، بعد ذلك نلف الأرميتر من جديد. ثم نلاحظ هنا الحرق نازل للأسفل، يعني الكوميتاتر تلف. بعد فترة من العمل النحاسة تنقلع من مكانها. الآن نستخرج بيانات اللف، وأولا عندنا هنا مادة البوكسي لازم نشيلها حتى يبين سلك الأخير. فصار الوقت شلت هاي المادة مثل ما تعلمنا بالفيديوهات السابقة. أولا عندنا المتجر قابل الفراغ، الطبقة الأخيرة أصغر من الطبقة قبل الأخيرة، إذا هذا نوعه يبدي مفرد وينتهي مفرد. هذا هو أول مجرى مسار اللف، اليمين اليسار اتجاه لف مع خارج الساعة. اتبع السلك الأخير للطبقة الأخيرة، مرتبط بهذه النحاسة. إذا الميل الأمامي متأخر بواحد. الآن نسخت على أسلاك خط السلك
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15. صفر 41 صفر 41 يعني 27. هنضف الارميتش من الاسلاك واستبدل الكوميتيتر وارجع لكم. نضفنا الارميتش من الاسلاك نشوف. واستخرجنا المجاري مثل ما نلاحظ المجاري احترقه ودايب العوازل. واستبدلنا الكوميتيتر تعرف. راح ناخذ احد المجاري ونتاكد من عدد اللفات. هنا ما نحتاج نحق المجاري لان الماده اللاصقه مستخدمين بها جدا ضعيفه. 10 20 30 40 50 60 و 3 63 تقسيم 4 ويساوينا 15 و75. ما عندنا عدد لذلك راح نعتبر عدد لفات هو 16. الان ثبت بيانات اللف. اول مجرى مسار لف اتجاه لف الميل الأمامي متأخر بواحد. ننتقل للجانب الثاني. أول مجرى مسار لف اتجاه لف الميل الأمامي متأخر بواحد. راح نبدأ نلف ونبدأ بالجانب الأول اللي هو بلون أسود ونربط بمحاص رقم واحد ونروح إلى مجرى رقم واحد الجانب الأول. عدد اللفات الأصلي هو 16 راح نزيد لفة إضافية فيصبح العدد 17 لفة لكل طبقة. راح نلف بالجانب الأول مجرى رقم واحد طبقة مفردة 17 لفة 1 2 3 4 5 6 سلك يدخل هنا. حاصق اثنين. ننتقل للجانب الثاني ونروح الى نحاسة رقم واحد الجانب الثاني وبعدين ننتقل الى مجرى رقم واحد الجانب الثاني ونلف طبقة مفردة 17 لفة 1 2 3 4 5 6 السلك يدخل هنا. نحاصق مثلين. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 2. الآن راح نلف طبقات مزدوجة من مجرى رقم 2 إلى مجرى رقم 6.
نحاس رقم 3. نرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 4. الآن ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 2 ونلف طبقتين. نحاس رقم 3. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 4. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 3. نحاس رقم 5. نرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 6. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 3. نحاس رقم 5. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 6. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 4. نحاس رقم 7. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 8. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 4. نحاس رقم 7. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 8. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 5. نحاس رقم 9. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى.
نحاس رقم 10. ننتقل للجانب الثاني ونروح على المجرى رقم 5. نحاس رقم 9. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 10. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى المجرى رقم 6. نحاس رقم 11. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 12. ندخل الجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 6. نحاس رقم 11. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 12. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 7 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الثاني، ونلف طبقة مفردة أخيرة 17 لفة. ونربط بنحاس رقم 1 للجانب الثاني وينتهي اللف للجانب الأول. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 7 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الأول، ونلف طبقة مفردة أخيرة 17 لفة. ونربط بنحاس رقم 1 للجانب الأول وينتهي اللف للجانب الثاني. We'll be right back.
We'll be right back.